يواصل هو الدفاع المدني جهوده على مدار الساعة من أجل الحفاظ على السلامة العامة من خلال تأدية رسالته النبيلة. ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام للتأكيد على دور رجال الدفاع المدني السامي في بناء نهضة الوطن وحمايته. يواصل الدفاع المدني النهوض برسالته النبيلة المبنية في الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين والمقيمين، وذلك من خلال دوره الرائد في حماية الأرواح والممتلكات وصون المقدرات الوطنية. وفي هذا الإطار تحتفل الإدارة العامة للدفاع المدني باليوم العالمي في الأول من مارس من كل عام تحت شعار يد تبني ويد تحمي. في الأول من مارس من كل عام تحتفل دول العالم باليوم العالمي للدفاع المدني تكريماً وعرفاناً منها بالدور التنموي الكبير الذي تقوم به الإدارة العامة للدفاع المدني من حيث سلامة الأرواح والممتلكات. طبعاً جاء شعار هذا العام يد تبني ويد تحمي. طبعاً في الوقت اللي يد الوطن تسعى إلى تشييد والقيام بجميع الصروح الحضارية والارتقاء بالمستوى التنمية للمستويات المطلوبة، هنالك أيضاً يد تعمل على حماية الأرواح والممتلكات وتقديم الغالي والنفيس للحفاظ على هذه المقدرات والمكتسبات الوطنية ورفع درجة السلامة وفق منهجية أرسى معالمها سيدي معالي وزير الداخلية لتكفل وتجعل من مملكة البحرين أحد الدول اللي ترتفع فيها درجة الأمن والسلامة بشكل كبير. ويحمل هذا الشعار الكثير من الرسائل والدلالات التي تلخص المهام الوطنية لرجال الدفاع المدني في رفع الجاهزية والاستعداد التام لتلقي البلاغات ومباشرة الحوادث لإغاثة ومساعدة المواطنين والمقيمين وحمايتهم. رصيد من الأداء المتميز للإدارة العامة للدفاع المدني يعكس ما يتمتع به منتسبو الإدارة من إحساس بالمسؤولية الوطنية التي تتطلب التضحية من أجل سلامة الآخرين.